والحقيقة أردت في البداية نتحدث عن اللغة الأمازيغية، بعدين تأثيرها في العربية، وبعدين العربية وتأثيرها في الأمازيغية كذلك عامل عكسي، ومن ثم نعطوا الاستنتاجات في الموضوعين. بالنسبة للعامل الأول، يعني عامل تأثير الأمازيغية في اللهجة العامية الليبية، فكرت فيه من مدة طويلة جدا الحقيقة، من أمتى كان عمري تقريبا 19 سنة أو 20 سنة تقريبا، كنت طالب أدرس في تركيا أتعلم اللغة التركية، كنت في إسطنبول، وكنت أسمع كثير من الكلمات التي يقولها الأتراك هي من إما من أصل عربي أو نقولها نحن في ليبيا من أصل تركي. فكتبت مذكرات هكذا صغيرة عن المفردات، ما كنتش مفكر في القضايا النحوية من قبل، ولكن فكرت في المفردات أكثر منها، يعني كلمات نقولوا فيها احنا كل ليبيين، نقولوا كشيك، نقولوا زوال على الفقير، نقولوا شوق على الكثير. فكتبت مجموعة من هذه الأشياء، بل حتى إن هناك مناطق في ليبيا لها أصول تركية في التسميات، من أمثال جورجي، قرقارش. بعدين كتبت شوية عن النحو زي الكواسع النسب تسمى في العربية الفصحى، من أمثال قهواجي ولا كلورجي ولا سنفازجي وحاجات زي هذه، الجي هذه الأخيرة اللي يحطوا فيها في نهاية الكلمة وغيرها. مثلا في اللغة التركية تقول ليبيا جي، يعني أنا ليبي، أو تقول ليبيا جي ليبي هو، أو تقول عن نفسك ليبيا جيم، يعني أنا تركي. فالجي هذه هي كاسعة تركية، تركية دخلت في اللهجة العامية ليبيا. فكما ذكرنا المتحدث عن نفسه يقول لغة ليبيا جيم. وأسماء عوائل من أمثال في ليبيا، ألقاب في ليبيا من أمثال عائلة القهواجي، عز زيجزلي، عز اليازجي، على فكرة اليازجي تعني الكاتب في اللغة التركية وغيرها. المهم أخذت أفكر في الموضوع، يعني مثلا اللغة التركية والإيطالية يعني خالطت الليبيين وليست في لفترة طويلة جدا وأثرت فيهم. فمثلا اللغة الإيطالية بقيت في ليبيا يعني ما يقارب 32 سنة، هذا في أقصى حد يعني، وأثرت فيها في ألفاظ إيطالية كثيرة. بينما اللغة اللغة التركية استمرت مدة أطول، لكن الأمازيغية عاشرت العربية في ليبيا، والعربية عاشرت الأمازيغية في الأصح في ليبيا لمدة 1400 سنة، والآن 1500 سنة إن صح التعبير. وهل يعني عندما نسأل في نفسي هذا السؤال، هل أثرت الأمازيغية في العربية؟ وحاولت نضع هذا السؤال على المحك، وهو السؤال الذي سأحاول الإجابة عليه في هذه الكلمة اللي سمحوا لي الإخوة في المنارة بتقديمها، ونشكرهم شكر جزيل. يعني نبي زي ما قلنا قسموا على اثنين هذه المحاضرة. عادة في نبي نتكلم عن اللغة وتأثيرها في المجتمع. عادة ما تقدم اللغة عند التيارات مثلا البنيوية والمدرسة التوليدية على أنها نظام رموز على اللساني، أن يدرس بنيتها المورفوفونولوجية وتركيبتها الدلالية. وتعتقد معظم هذه التيارات أن وظيفة اللغة هي أن تضمن التواصل اللغوي بين أفراد مجتمع أو مجموعة لغوية يعتقد أنها متجانسة. الحقيقة هذه النظرية اللغة نظرية مثالية، لأنها لا تجعل من اللغة إلا تجريد يعني مطلق، لا تعطيها قيمة اجتماعية وتأثير اجتماعي في المجتمع. اللغة في الحقيقة نتاج مجتمعي ينتجه الإنسان ويستهلكه أو يتعامل معه كما يتعامل، كما قلنا في أو كما هو معروف، كما يتعامل مع الخبز وإلى آخره من المنتجات أو الممتلكات وإلى آخره. إنما الميزة الوحيدة للغة أن هي ميزتها الرمزية. وهنا يعني ربما يجدر بنا نقل مقالة للأستاذ المناظر المرحوم سعيد سفاو المحروق في مقالة له بعنوان عن الاستلاب اللغوي. يقول: فاللغة هي روح الجماعة الناطقة بها، وعندما تموت هذه الروح تتحول، لاحظوا معي، تتحول تلك الجماعة إلى قطيع بشري لا هوية له، لا يلبث أن يتوارى عن الأنظار ذائبا في ثقافة الآخرين. هذه كتبها سعيد سفاو المحروق رحمه الله في جريدة الفجر الجديد. ويقول الأستاذ محمد شفيق: إن الأمازيغ لأشد تعلقا، بالله لاحظوا معي، إن الأمازيغ لأشد تعلقا بتراثهم اللساني منهم بأي تراث مادي كان ما كان، وذلك لأنهم أمازيغ بلسانهم لا بعرقهم، ولاحظوا معي، وهم واعون تمام الوعي أن من عرض منهم لسانه للضياع إنما يعرض للضياع كينونته الأمازيغية.
ويقول الأستاذ سالم شاكر عن الواقع السوسيو ثقافي واللساني لشمال إفريقيا: مما لا شك فيه أن الشمال إفريقيين أمازيغيون تاريخيا وأنثروبولوجيا، لكن في الواقع السوسيولوجي والثقافي حاضرا، أي في الوقت الحاضر، لم يعد يعي هذه الحقيقة منهم ويشعر بأنه أمازيغي إلا من لا يزال يتكلم بلغة أجداده. وأقول هنا أكيد وأضيف: أما الآخرون فهم على يقين من كونهم عربا أقحاحا أصلاء. يقول سالم شاكر مرة أخرى: وأما الآخرون فهم على يقين من كونهم عربا أقحاحا أصلاء. سوف أحاول أن أدرس هاتين المقالتين، أقصد السابقتين، على ضوء الواقع اللساني الليبي الحالي، أو ما نتكلم به في اللهجة الليبية اليوم. يقول ابن خلدون: هذا الجيل من الآدميين، عانيا إمازيغ، هم سكان المغرب القديم، ملأوا البصائت والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره. أعيد، هذا كلام ابن خلدون: هذا الجيل من الآدميين، عانيا إمازيغ، هم سكان المغرب القديم، ملأوا البصائت والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره. السؤال هنا الذي يطرح نفسه: ماذا حل بهذا الجيل من إمازيغ؟ ماذا حل بهم؟ أين هم اليوم؟ ويقول ابن خلدون في موقع آخر: إن الأعاجم الداخلين على اللسان العربي، الطارئين عليه، المضطرين إلى النطق به لمخالطة أهله كالفرس والرومي والترك بالمشرقي وكالبربر بالغربي، والمقصد هنا شمال إفريقيا. ويقول: فأهل إفريقية والمغرب لما كانوا أعرق في العجمة عن اللسان الأول، كان لهم قصور تام في تحصيل ملكتهم بالتعليم. أعيد، كان لهم قصور تام في تحصيل ملكتهم بالتعليم. العجمة في اللسان يا أخوان هو ما تطور ليكون اللهجة المغاربية اليوم. إن أثر الأمازيغية في البنية اللسانية للهجة العامية واضح بالنسبة لنا المتحدثين الأمازيغية. التأثير والتأثر اللغوي أمر مفروغ منه، هذا على المستوى العالمي وعند علماء اللغة وكل هذا، فلا يوجد عصمة لغوية، فاللغات تتطور وتتحول لتخلق لهجات، وهذه اللهجات تتحور لتصبح لغات محل اللغات الموجودة. وكما يقال: فإن كل لغة هي لهجة وراءها جيش، فإن كل لغة هي لهجة وراءها جيش. على المستوى الليبي والمتحدثين بالأمازيغية ليس لدينا الحقيقة أي عقدة في كون لغتنا الأمازيغية تأثرت وأثرت في اللغات الأخرى. وهنا أريد أن أنقل لكم نص رائع وجدته في مخطوط بعنوان سير أهل نفوس للعلامة البغطوري، وهذا الكتاب على فكرة قيد التحقيق من قبل أحد الإخوة المتعاونين مع مؤسسة تولد، أستاذ جامعي. هذا الكتاب المهم، هذا الكتاب للبغطوري من أعيان القرن الهجري الرابع الهجري، في معرض حديثه، يعني البغطوري لما كان يتحدث عن أبي عبيدة، وهو أبو عبيدة هذا كان والي على جبل نفوسة، الورقة 87، قال: فحلف له أبو عبيدة، أي للإمام عبد الوهاب، فقال: والله، هذا كلام الإمام أبو عبيدة: والله بالعربية، سياكش بالبربرية، وباردي بالحضرية، ويقصد بالحضرية اللاتينية. يعني أقسم له بثلاث لغات، أي بالعربية قال بالأمازيغية قال بالعربية قال والله، بالأمازيغية قال سياكش، وبالحضرية والمقصود بها اللاتينية قال بارديو. وهذا يفيدنا طبعا عند، يعني مبوش ندير استخراجات هلبة، ولكن من أحد الاستخراجات أن علماء نفوسة كانوا إلى فترة متأخرة، إلى القرن الخامس الهجري، عفوا الثاني الهجري أو الطبقة الرابعة، كانوا يتحدثون إلى جانب العربية والأمازيغية واللاتينية لأنها كانت متغلغلة والآخرية. ولكن هذا ليس الغالب، بل فقط على مستوى النخبة بالنسبة لعلماء نفوسة، ولكن في الغالب العلماء يتحدثون الأمازيغية فحسب. وأن أدلة كثيرة من كتب الإباضية أن الأمازيغيين كانوا يتحدثون إلى جانب العربية، عفوا إلى جانب الأمازيغية، أحيانا العربية وأحيانا العلماء يتحدثون إلى الأمازيغية. هناك نص آخر عند البغطوري نفسه يقول: ولقد بلغنا أنهم يجتمعون في 1000 رجل، يقصد علماء نفوسة، أو أقل أو أكثر، لا يكون الكلام بينهم في المجالس إلا بالترجمان. هنا كانت الحادثة أن يلتقي علماء المشرق من الإباضية بإخوانهم من علماء المغرب، يعني كانوا يجوا من العراق ويجوا من عمان اليوم ويجوا من جزيرة العرب من الإباضية، وكانوا يجمع بإخوانهم في جبل نفوسة. وكما يقول النص: ولقد بلغنا أنهم يجتمعون في نحو 1000 رجل أو أقل أو أكثر، لا يكون الكلام بينهم إلا بالترجمان، أي الأمازيغي يتكلم الأمازيغية والمترجم يترجم، ثم العربي يتكلم العربية والمترجم يترجم للأمازيغي. الحقيقة
هنا لن أفصل في تعرب الأمازيغيين والأسباب القضايا العالقة به، إلا أني سوف أتحدث كما ذكر الأخ سليمان عن الأمازيغية كعامل مؤثر في اللغة العربية ميلاد اللهجة الليبية، ومن ثم التفاعل العكسي أي أثر العربية في الأمازيغية. حقيقة حديثي في هذا الموضوع سيكون مغامرة كبيرة، حيث أنه لم أجد بحوث مستفيضة في موضوع اللهجة الليبية، نجد في اللغة العربية الفصحى إلى آخره، لكن اللهجة الليبية لم أجد أي يعني بحوث رصينة غير مقالات هنا وهناك. فمثلا علي فهمي خشيم كتب في مجلة الثقافة العربية سنة 1977 تحت عنوان في اللهجة العامية الليبية، ووجدت كتاب آخر رائع جدا لمستشرق إيطالي باسم فرانسيسكو بيغانوتي، وعنوان الكتاب لإنفلونزا ديلا لينغوا بيربيرا نيلا ديالاتو ليبيكو أرابو. هذا الكتاب سوف نترجمه في مؤسسة والد كذلك، ولكن ربما يكون في المستقبل البعيد. بل إن هذا الكاتب نفسه هذا فرانسيسكو بيغانوتي كتب كتاب عن أثر الأمازيغية في لهجة سيسيليا الإيطالية، تصور يعني مش فقط اللهجة العامية الليبية، وكذلك أثر العربية في لهجة سيسيليا. وهناك حقيقة بعض المقالات هنا هناك عن الموضوع يعني، لأنها لا تفي بغرض وضع بحث تام في اللهجة العامية الليبية. طبعا لا يمكن أن ننسى الجهود التي قدمها علماء اللسانيات في المغربين الأقصى والأوسط، وأقصد بذلك المغرب والجزائر، في موضوع أثر الأمازيغية في اللهجة العامية عندهم في لهجتهم. لكن هنا أريد أن أحدد فقط اللهجة العامية الليبية، حيث أنها تشترك مع اللهجتين السابقتين لكن تتباين معها يعني. فأخي عندما تتكلم، حقيقة هناك بحث آخر وقع في يدي الأسبوع الماضي للأستاذ محمد صلو كذلك في أثر الأمازيغية في العربية، المهم في شمال أفريقيا. أخواني يعني لما يكون واحد منكم يتكلم مع شخص من دول مشرق سوريا ولا لبنان ولا الدول هذه ولا مصر حتى، وما يفهمش عليك شن تقول، تذكر هذه المحاضرة وتذكر الكلمات اللي بنقولهم لك في هذه المحاضرة والقواعد النحوية وعلاش هم يصعب عليهم فهم كلامنا الليبي. فأريد أن أبدأ هذا الموضوع، حيكون شوية جاف يعني من ناحية المادة متاعه لأنه يحتوي على نحو وإلى آخره، لكن نحاول أن ندير فيه نوع من الإثارة ونحاول نسهله بحيث أن كلنا نستفيد مع بعضنا، ولما يثرى النقاش من بعد نحاول نناقش في هذه النقاط. البنية الفونولوجية للهجة العامية الليبية، هو الفونولوجيا هو ما يسمى فقه اللغة عند الثعالبي والجاحظ في كتاب البيان والتبيين وغيره من العلماء. أود في البداية أن أبدأ بتحديد عدد الحروف المستعملة في اللهجة العامية الليبية. مثلا اللهجة العامية الليبية نقول في كل الحروف اللي يقولوا فيها، حقيقة قبل ما أخش في الحروف وكل شيء نبي نقولكم راوني حقيقة أكثر النقاشات متاعي هذه أو البحوث متاعي درتها في المنطقة الشرقية الغربية في ليبيا، ليس المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية والله ما نعرف في لهجتهم غير وبعض الكلمات الأخرى كنك يا راوي إلى آخره، والباقي ما نعرف شيء يعني عن اللهجة متاعهم، فللأسف أكثرها تكون مركزة على المنطقة الغربية، ولكن لعلهم هم يجدوا بعض الأشياء اللي هي موجودة عندهم في اللهجة. نتمنى من الأخوة أنهم هم يقولوا لي هذه الأشياء يعني في اللهجة متاعة بنغازي. المهم فقلت لكم يعني اللهجة العامية الليبية فيها حروف كثيرة من العربية أكيد، وفيها حروف كذلك غير موجودة في العربية، وفيها حروف موجودة في العربية وغير موجودة في اللهجة العامية الليبية، وحيتبينوا لنا هذه الحروف بعدين نخش في القواعد النحو وبعدين نكلموا في القاموس والكلمات نستخدمه فيها احنا الليبيين. مثلا وجود حرفين زائدين في اللهجة العامية العربية العامية الليبية مش موجود في العربية، مثلا حرف الجاء كقولنا مثلا قمر بدل من قمر، الجاء بدل القاء، وقطعته بدل من قطعته، والجاء هنا تحل محل القاف، كما ان الالف اللينة تحل محل القاف في اللهجة المصرية العامية المصرية يقولوا أمر بدل من قمر. إذن حرف الجاء يعتبر دخيل على اللهجة العامية الليبية التي تعتبر أو أكثرنا يعتبرها لهجة عربية. وهنا حرف آخر، وهناك حرف آخر هو حرف الزاي المفخمة والتي أرسمها في توات، لو في حد منكم شيء التوات يراها زين وعليها ثلاثة نقاط كقولنا مثلا زليطن زربوط زبط البز أو زرزور أو زميطة. لاحظوا كيف الظاء هذه يعني بين الظاء والزين. يرسمها ابن خلدون، اللي شاف منكم أي مخطوطة مخطوطة ابن خلدون صاد وفيها زين من الداخل، أو يرسمها الشماخي صاد وتحتها ثلاثة نقاط عليها. وكذلك نلاحظ اختفاء حروف مثل الثاء المعجمة الثاء المثلثة مثل ثابت بدل من ثابت،
مثل الثورة بدل من الثورة، مثل أشياء أخرى، مثلا أثاث بدل من أثاث، تقيل بدل من ثقيل، أكثر بدل من أكثر، وإلى آخره. اختفاء حروف مثل الظاء المعجمة ليصبح ضاء، تقول صلاة الظهر بدل من صلاة الظهر، أو تقول ظهري تكسر أو تكسرت كرومتي بدل من تكسر ظهري بالظاء، أو ظل بدل من الظل، وظلام بدل من الظلام، وإلى آخره. اختراع حروف مثل الذال المعجمة، ذهب بدل من الذهب، دبانة بدل من الذبابة، ودن بدل من أذن، إلى آخره. هناك تحويلات مورفولوجية أخوة تحتاج لشيء من التفصيل، وتحتاج يعني شيء ناس متخصصين، مثل حول التاء إلى طاء، فتقول مثلا طمر بدل من تمر. يضحكوا لنا، أنا حقيقة قالها لي أحد أخ شرقاوي، قال لي نضحكوا عليك أنهم تقولوا طمر بدل من تمر. أكتب طربيسية يقولك طن، ما يقولك حتى تن، وإلى آخره. تن والسين تحول إلى الصاد، مثل بدل ما يقول سورة القرآن يقول صورة القرآن. إحالة الجيم إلى ظاء مثلثة، مثل أو نقول إحنا زوز بدل من زوج، وهي كذلك تحيل الجيم إلى زين مهملة، فتقول عزوز بدل من عجوز. إذا عندنا اختفاء حروف مثل الثاء والذال والظاء، دخول حروف جديدة مثل الجاء والظاي، استحالة حروف إلى حروف أخرى من جنسها. الحقيقة العارف باللغة الأمازيغية يا إخوان يلاحظ أن هذه هي نفس الحروف اللي يستخدمها في اللهجة العامية الليبية، هي نفس الحروف متاع اللغة الأمازيغية بالضبط. الأمازيغية ما فيهاش الظاء، ما فيهاش الذال، ما فيهاش الجيم، فيها الظاء وفيها الجاء، يعني هي نفس الحروف. هذه على مستوى الحروف، طيب نخشوا حتى في القواعد النحوية. يعني في تحويلات مورفولوجية على مستوى أوسع تحتاج إلى متخصص، مثل مثلا الهمزة القاطعة في العامية تحال إلى حرف علة من جنسه، مثل مثلا نقول بير بدل من بئر، نقول سؤال بدل من سؤال، نقول ودن بدل من أذن، نقول جنائز بدل من جنائز، نقول صبع بدل من الإصبع، نقول الديب بدل من الذئب. فهذه كل مثلا نقول السماء بدل من السماء، شفتوا الهمزة القاطعة هذه مش موجودة في اللغة الأمازيغية، تراها كذلك مهملة أو غير موجودة في اللهجة العامية الليبية إلى آخره. بنسرد أشياء أخرى هيك على السريع لأن هذه حتطول. نقول لكم إسكان الحرف الأول في الكلام العربية يبدأ يعني في البداية نبدأ بحرف ساكن، إحنا في اللهجة العامية الليبية، بينما في اللغة العربية الفصحى ما فيش حرف ساكن في البداية، لا يبدأ بساكن في اللغة العربية، دي قاعدة معروفة. متى يقولك اكذب بدل من اكذب، اخنب اخنب بدل من اخنب، أو اسرق، اكسرها بدل من كسرها، نقول محمد بدل من محمد، وإلى آخره من هذه الاستعمالات. ولا أريد أن أطلع عليكم في هذا الباب. بعدين اختفاء الألف في الابتداء، الضم المختلس، اختفاء المد، استحالة الحركة إلى حروف علة، استحالة حروف العلة الحركات من جنسها في آخر البناء المقطعي، سقوط الحركة المختلسة في المواقع غير المنبورة، كثرة استعمال أحرف الوقاية بطريقة على غير معهودة في اللغة العربية الفصحى وإلى آخره. إذا هناك قواعد تضبط العامية، نعم قواعد، كل لغة أو لهجة يخاطب بها الناس لها قواعد التي تضبطها، يعني هذه القواعد تكون يعني متفاوتة فيما بينها ولكنها قواعد. لكني لن أسف في موضوع القواعد إلا فيما يخدم البحث متاعنا هذا. فبنقول لكم بعض القواعد الصرفية والنحوية في اللهجة العامية الليبية. مثلا في اللهجة العامية في المنطقة الغربية ما عندناش مثنى في اللغة، اللهجة متاعنا ما فيش إلا مفرد وجمع. لما يقول لك حد مثنى يحط لك رقم اثنين معها، مثلا يقول لك مثلا يقول لك شفت زوز أولاد، ولا يقول لك ريت بدل ما يقولك مثلا رأيت طفلين ويقولك شريت زوز شكاير خبزة، بدل ما يقولك اشتريت كيسين من الخبز. في الأمازيغية يا أخوان لاحظوا ما عندناش مثنى في الأمازيغية، عندنا مفرد وجمع. المثنى في الأمازيغية يعبر عليه بلفظين، سن وسنت، سن لي تعني اثنين وسنت تعني اثنتين. تقول بالأمازيغية أغيغ سن انتشكار نوغروم، وتقول غري سنت نتبوشيلين. إذا يدخل الرقم اثنين على المثنى ويضاف إليه صيغة الجمع طبعا ليعطي صيغة الجمع وخلاص، ما عندناش مثنى ليعطي تعبير المثنى. فهناك قاعدة أخرى هذه مش حنطول فيها ولعلكم تكون فهمتوها، ولما ننشر هذه المقالة على شكل كتيب أو شيء في الإنترنت ربما تقرأوا أمثلة أكثر من هيك. بعدين عندنا التصغير بصيغة التأنيث، نقول لك الخبز والخبيزة، اللحمة والحيمة والآخره، هذه موجودة عندنا كذلك في الأمازيغية. عندك اختفاء صيغة التكبير على المعهود عليه في العربية. أنا طبعا نتخطى فيهم القواعد النحوية باش ما نطولش، بس يعني
المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة هذه حقيقة بنوقف عليها شوية مش حنتخطاها. يقول لك مثلا في اللهجة العامية اللي بيه يقول لك ريت واحد مقعمز على مرشبيدي مثلا، يقول لك ريت واحد مقعمز على مرشبيدي، بدل ما يقول رأيت رجلا جالسا على على الرصيف. واحد مقعمز، ها لاحظوا الكلمات اللي نقول فيها. بعدين يقول لك ريت واحدة تونسية خطمت، بدل ما يقول رأيت تونسية تمر. الغريب يا إخوان إن في اللغة الأمازيغية لا يوجد معرفة ونكرة كما هو موجود في اللغة العربية. في الأمازيغية عندما نريد أن نقول أن نعرف الشيء لا ندخل عليه ألف وليم ولا ألف ولام عفوا أو ذا مثل في الفرنس في الإنجليزية أو لا في الفرنسية أو دي ولا آخر، يعني من التعبير في اللغات الأخرى، إنما يقال رقم واحد. فنقول في الأمازيغية مثلا يقال عندما يقول رجل، عندما يقول أرجاز في الأمازيغية تعني الرجل معرفة. الأصل في الأمازيغية في الكلمات هو التعريف، لكن لما بندير هذه الكلمة مؤنث نقول إيجو ورجاز، أي رجل أي واحد، لكن عندما نريد أن نعرفها نقول أرجاز وحدها. إذن عكس العربية الأمازيغية النكرة فيها يضاف إلى الكلمة لكي تصبح نكرة، ولا غير العربية لأن العربية يضاف إليها تصبح معرفة ولا آخره. والمرأة مثلا يقول تمطوط، عندما تقول تمطوط تمطوط تعني المرأة في الأمازيغية، بينما إذا أردنا أن نجعل منها نكرة مرأة نقول إيجت تمطوط، والتي تعني مرأة بنكرة. بدل عندك اسم الفاعل واسم التفعيلة وإلى آخره أشياء كثيرة في اللهجة العامية الليبية. إخواني مش ما نطولش عليكم، نقولكم من الخلاصة تعليم الأمازيغية لن يأتي بنفع فقط على الأمازيغيين أنفسهم، بل على مستوى كل الليبيين. أقول لكم شيء يقوله الأستاذ رجب الأثرم، عبد الحميد الأثرم تقريبا هكذا اسمه، هو أستاذ في جامعة قاليونس، وهذا كلامه موجه لتلاميذه في جامعة قاليونس في بنغازي يا أخوان. يقول لابد من مزيد في الدراسات، عفوا لابد من مزيد من الدراسات لهذه اللغة الأمازيغية ولهجاتها، حتى يصبح في استطاعة عالم اللغات أن يعيد تكوين لغة التحنو التمحو الليبو والمشواش. هذا كتاب منقول عن كتاب بعنوان محاضرات في تاريخ ليبيا القديم لرجب عبد الحميد الأثر. وبهذا أختتم حديثي عن تزاوج الأمازيغية في العربية وميلاد اللهجة العامية الليبية أو اللهجة المحكية كما يسميها الأستاذ الحريري. والآن سوف أشرح في حديث عن العربية كعامل مؤثر في الأمازيغية، ألفاظ عربية ممزقة والآخرين. الحقيقة بالنسبة لي نبي نقول قبل ما نخش في هذاك الموضوع، نبي نقول أن على المستوى المعجمي مثلا في ليبيا، نقول لكم حتى كلمات موجودة في القاموس الليبي. قرجوطة كلمات مثلا نستخدم فيها احنا الليبيين كلنا وهي اصلا امازيغي، مثلا قرجوطة او قرجومة تعني القصبة الهوائية بالعربية. عندك كرومة تعني بلبوش وهي نوع من الفقريات البحرية. شفشة وهي ابن عرس في العربية. فلوس زلمومية وهي السحلية بالعربية. زغلان حشرة منتشرة في المياه. سردوك هو الفروج. هنا أذكركم بكتاب الأستاذ عياد موسى العوامي بعنوان الثدييات الليبية، ترجمه من كتاب لكاتب أمريكي بعنوان ليبيا ماملز. ترجم يا أخوان كل الأقسام في هذا الكتاب إلا ما له علاقة باللغة الأمازيغية. المهم أضيف أخرى كلمة أخرى بالنسبة للحيوانات، الهايشة وهي الدابة الكبيرة في الأمازيغية. الهايشة هي الدابة الكبيرة كما قلنا. وكذلك عندنا مثلا على مستوى اللباس مثلا يقال شليف بالعربية بالليبية اللهجة الليبية، وهي الطرد الكبير من الصوف. يقال كشابية وهي تقشابت بالأمازيغية، هي أي البرنس أو السلهام بالعربية. يقولك شلامته، يقولك جرتيلة، يقولك تزير، يقولك شكارة، يقولك شكارة نعم كالأمازيغية، يقولك قيطون. إخوان القيطون هو البيت الشتوي. يقول صاحب كتاب لسان العرب القيطون المخدم أعجمي وقيل بلغة أهل مصر والبربر، وقال ابن بري القيطون بيت في البيت. الخيمة الكبيرة بالأمازيغية وهي الخيمة، الحقيقة الخيمة الكبيرة بالأمازيغية هي برجن، ولهذا نسمي عند مدينة في ليبيا تسمى برجن في الجنوب. برجن هو الخيمة الكبيرة. وهنا قاعدة في الأمازيغية أخرى ذكرت لكم بكي قاعدة أخرى، وهذه قاعدة أخرى، عندما يضاف الكاسع على الأمازيغية أبر على أي كلمة تصبح هذه الكلمة مضخمة. فمثلا أبرجن هي أصلا أجن وهي النوم أو النعاس في الأمازيغية،
عندك أبركوس هي جاءت من أكوس وهي الخروف، وأبركوس هو خروف الأضحية، أبرقمي هي تقمي مثلا الدار، أبرقمي هو الدار الكبير وإلى آخره. هناك على المستوى مثلا على كل المستويات زي ما قلنا الألفاظ هذه مش فقط يعني على اللباس والحيوانات والأعضاء جسم الإنسان إلى آخره. هناك مثلا في الأكل نقولوا بازين، نقولوا كسكس، نقولوا شرمولة، نقولوا بركوكش، نقولوا زميطة. في النباتات نقولوا ترفاس. يقول ابن بيطار، ابن البيطار هذا معروف طبعا صاحب كتاب كتب في علم النباتات والى اخره، يقول ابن البيطار الترفاس هو الكمأة بالبربرية. اخواننا والله يعني امر مؤسف جدا. السيد علي فهمي خشيم يرجعها الى اصلها العربي على حسب زعمه، فكلمة ترفاس على حسب قوله هي من الترف، والترفاس يأكلونه من باب الترف، يعني شوف الخشيميات. المهم وفي نفسي ونفسه يعني هذا اللي هو السيد علي فهمي خشيم ينقل في نفس الكتاب في نفس المقالة متاعه عن ابن البيطار كلمة سفناري هي كلمة مزيغية. عندك سفناري وعندك الزنبوع نبات حمضي ويطلق أيضا على البرتقال الحامض منه. عندنا المثل الشعبي الليبي طبعا معروف، هذا يقولك يوريه الزنباع وينباع، يفسرها الشيخ محمد هبيل في مقالة له نشرته موقع ليبيا جيل بأنه ثمر لشجرة الشعر أو العرعار وهي برية. بعدين عندكم ألفاظ أخرى، الكرم الكرموس، الكرم في العربية الفصحى هو التين، عفوا هو العنب، بينما في الأمازيغية هو التين، فقط تشابه ألفاظ. الكرموس هو التين نفسه. بزيط، هذه الألفاظ كلها نقلتها من كتاب الطب الشعبي الليبي علي حل. بسيط نوع من النباتات القرعية كلمة مزيغية وهي الحنظل بالعربية. إينم جينجي ويسمى فول الغول، الشندقورة، تيفاف، أفسور أو الطلح يأكله الجمال وإلى آخره. بعدين عندنا حتى الطقس يا أخوان ما سلمش من الأمازيغية. نقولك الليبيين يقولك التبروري، يقصد به الهيل بالإنجليزية أو البرد بالعربية. عندك السميطري هو الصقيع بالعربية. هنا في طرفة بسيطة بس ما لهاش علاقة بالتأثير الأمازيغي بالعربية مباشرة، ولكن لها علاقة كذلك. نقولوا احنا يقولوا أهل سوكنا، حتى ما قال لقيتها في موقع ليبيا جيل، أغنية عندهم تقول تربح تربح يا شتاء، عفوا أغنية تقول نعم وتربح تربح يا شتاء واجعل عقب تقد. فالشتاء هنا ليس الموسم بل المطر نفسه في حسب الأبيات الشعرية، لأن في جبل نفوس يا إخوان والأمازيغيين عموما يسمون الشتاء المطر شتاء، والشتاء يسمونها مطر. المهم يعني هذه يعني مش تشوفوا ترجمة حرفية علاش يسمون المطر شتاء، لأن الأمازيغيين يسمون المطر شتاء. فحببت أنني نعطي المقارنة هذه فقط من باب القربة للموضوع. بعدين عندك الأوصاف مثلا يا إخوان، أنا أقول لكم أوصاف نقولوا فيها الليبيين كلنا، بل هناك حتى أسماء عاليات ببعض هذه الأسماء ببعض هذه الأوصاف. بكوش اللي هو الأبكم بالعربية، فرطاس الأقرع، التفوني هو السمين، هذا قالها حتى علي فهمي خشيم قال إنها أمازيغية، يعني اللي هو يعتبر معادي للأمازيغية، وكل كلمة يحاول يجد لها. مثلا بازين قال لك هي البيسن بالإنجليزية، مع أن هي البيسن في الإنجليزية ليس لها أي علاقة بالارتفاع وإنما هي الحوض ماء وإلى آخره. على أي حال إحنا ما نبوش نتكلم على أشخاص مثل علي فهمي خشيم. بعدين المهم عندنا كلمات أخرى، مثلا زعلوك أو زعكوك كذلك، بوهالي وهو الأحمق، زوفري، زلامتي، شلافتي، معنى كلمة شلافتي يستخدمون الأتراك ولكن بمعنى آخر. شلافتي هو كذلك مدردر اللي هو الخاثر من الشيء، مسردن الوسخ من باب الأضداد في الأمازيغية، الباسل وهو الصامت وما ولا مطعم له. كذلك هناك بعض الأفعال مثل أي أكثر الأفعال الرباعية في اللهجة العامية الليبية. أقول أخواني أكثر الأفعال الرباعية في اللهجة العامية الليبية هي من أصول أمازيغية، أمثال كركب، دردح، دغدغ، أو الضهص كما يدعى أحيانا في اللهجة العامية الليبية، يقولك يعطيك العماء والضهص. الضهص في اللغة الأمازيغية هو العشاء الليلي في اللغة العربية. يقولك إدرز، يدرز برجليه أو بيديه، هو التخبيط الشديد. مرمد، خترف وهو الهذيان. كركر في الأصل بمعنى التعريم والتكديس. بربش بمعنى البحث بعناية. بلبل في الأصل هو صياح الماعز. كروت أي إسرق وإلى آخره. موسيقى من باب الأدوات الموسيقية نزيد عليكم حتى هي، مثلا الغيطة هي اسم المهنة في الأمازيغية تغيطة. الزكرة هي كذلك أمازيغية، أذكار هو العوي. تيرا اللعبة هذيك المعروفة من أورر في الأمازيغية. بل زيادة على كل هذا يا إخوان، مش فقط هذه الألفاظ اللي نعطيكم فيها من أصولها أمازيغية موجودة في اللهجة العامية الليبية، لا 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 لا،
حتى التركيب. أقول لكم مثال أحكاني والله قريب لي مدة فاتت عن نكتة إن واحد ليبي مشي يتعلم الإنجليزية في بريطانيا وقاعد يركب في جمل مع بعضهم زعمت كي يكلم في المدرسة متاعها. هي بيمشي حشاكم لدورة المياه قال لها I would like to fly water. الحقيقة الجملة هذه في اللغة الإنجليزية جملة سليمة صحيحة التركيب، الكلمات موجودة في القاموس، ولكن تركيبة الجملة من ناحية الفونولوجية غير صحيحة، لأن الإنجليز ما يقولوش هذه الكلمة. يعني يضحكوا لي احنا الامازيغيين لما نسموا العاميه الليبيه يصرنا نفس الشيء، لان العاميه الليبيه هي عباره عن ترجمه لجمل امازيغيه صرفه. يعني لما يقول لك الليبي مثلا هنقول لكم، يقول الليبي مثلا يقول ياكل في الخبزه الفي حرف الجر هنا المفروض ما تخشش بين المضاف والمضاف اليه، اضافه لا داعي لها ابدا في اللغه العربيه. ياكل في الخبزه مش عارف الشرق يقولوا فيها ولا لا، نعرف جماعة الجنوب يقولوا فيها لكن الشرق ما نعرفش. فالمهم ليش هذه؟ لأن في الأمازيغية يوجد حرف الجاء هذا يدخل بين كلمة بين المضاف والمضاف إليه أو المبتدأ والخبر، يقال في الأمازيغية يتت جوغروم، وجاء هذه لا تعني فيه في الأمازيغية إنما هي رابطة، بينما في العربي الفصحى مثلا نقول جاء نفسها في الأمازيغية في بمعنى فيه كذلك، يقال مثلا يلاق تدر بمعنى موجود في الدار، لاحظت الجا هذه هي نفسها متاع تتقوغرم في اللفظ ولكن في المعنى ليس يعني نفسها. المهم مقصود تتقوغرم هي ترجمة حرفية لياكل في الخبزة. مثلا حاجة أخرى، أمك لما تكون كدام زعلانة منك وكذا تقول لك يكبادي عليك. يا أخوانا في الأمازيغية لا يعبر بالقلب، لا يقال يا قلبي عليك يا ولادي ولا كذا، إنما يقال الكبد في الأمازيغية في أشعار الحب، في أشعار الوله، في أشعار الكذا كلها يقال الكبد تساء بالأمازيغية، فهذه ترجمة حرفية كذلك. به يقولك ديرها في راسك هي ترجمة حرفية من إيجد جيخ فنك. قاعد مجاش، الأخوة الشاقة ديما يضحكوا علينا لما نقولوا قاعد مجاش، ترجمة حرفية من الأمازيغية. مثلا يقال كذلك مرتي في العربية الفصحى، يقال زوجتي تمططينو، يعني ما يقولش يعني في العربية الفصحى مفروض ما تقولش مرتي، تقول زوجتي. مرتي هذه جاءت من الأمازيغية لأن كلمة تمطط في الأمازيغية لها معنى مزدوج، تعني المرأة وتعني كذلك الزوجة. فلاحظ مرتي هذه يعني ترجمة حرفية لأمازيغية لتمطط إنو. وليقال كذلك راجلي في النقيض في الفصحى هي زوجي، بينما الأمازيغيون يستخدمونها بمعنى الرجل ويستخدمونها بمعنى الزوج. وليقولك لالا اللي هي السيدة، حناي جدتي، يما يي في الأمازيغية، وما هي كلمتين مع بعضهم، وما يعني في العربية يقال أمي، بينما بالليبية يقولوا يما، هي جاي من الأمازيغية يما. المهم بابا بالعربية يقال أبي أو أبتي، زي ما يقولوا الشرايق يقولوا باتي، ليس لها أي علاقة ببابا اللي يقولوا فيها المشرقيين من سوريا والخير، لأن تلك جاءت من الفرنسية بابا، بل هي من الأمازيغية بابا في الفصحى هي الأب أو الأخ الكبير في الأمازيغية. هناك يعني في الأمثال الشعبية الليبية يوجد يعني عدد لا بأس به من الكلمات الأمازيغية في الأمثال الشعبية هذه. مثلا عندما ضربتها بالتندوت ما ندري عليها بتعيش ولا تموت. تندوت أمازيغية تعني غطاء أو تبسي في العامية الليبية. وكما قلنا مبكر احتوى مثل آخر مثلا يوريه الزنباع بيش ينباع اللي قال الأخ محمد هبيل. هناك يا أخوانا راجعوا كتاب رائع للقشاط، كتاب الصحراء، أقصد رائع فقط من ناحية التجميع ليس إلا، لكن تفسيراته وكذا كلها بعيدة عن الواقع اللساني الليبي، وهذا كله مبني لحقدها على الأمازيغية. المهم يا أخواني أعيد كذلك هذه خلاصة كلامي عن أثر الأمازيغية في اللهجة العامية الليبية، ونتمنى أن تكون محاضرة كاملة عن هذا الموضوع ولكنني سعفنا الوقت لذلك. الآن طبعا الإخوة الأمازيغيين فرحانين أن يسمعوا الكلام هذا عن أثر الأمازيغية في العربية، ولكن hold your horses كما يقال في الإنجليزية، لأن حتى العربية راهو أعطت للأمازيغية شيء كثير كذلك. ولكن يعني شوفوا المفارقة العجيبة يا إخوان، اللغة مش قلنا لكم بكري اللغة العامية الليبية الأمازيغية أثرت في العامية الليبية، ولكن التأثير الكبير متاع الأمازيغية في العامية الليبية كان من ناحية النحو
ومن ناحية عدد كبير من الكلمات، ولكن معظم المعجم اللسان الليبي هو عربي الحقيقة يجب أن ينصف، ولكن من ناحية الفونولوجية ومن ناحية النحوية ومن ناحية المورفولوجية كلها أمازيغية. يعني كأنك عندك بناء البلوك عربي والبلاط اللي ما بين البلوك هذا كله الشيمنت والواحد كذا كله أمازيغية والأساس أمازيغي في اللهجة العامية الليبية. الآن التأثير عكسي متاع العربية في الأمازيغية، العربية أعطت الأمازيغية مفردات ولكن لم تؤثر فيها من ناحية النحو. يعني النحو العربي لم يؤثر في الأمازيغية بكثرة إلا في أشياء بسيطة. مثال نبدأ بالمورفولوجيا، مثال حرف العين. حرف العين ليس حرف أمازيغي، حرف العين ليس حرف أمازيغي، بينما الأمازيغيون الآن لديهم هذا الحرف يستخدموا فيه. هذا الحرف جاء من العربية، من الأمازيغية، من العربية. الأمازيغيين الأوائل يا إخوان كانوا لما يأخذوا كلمة عربية يحذفوا منها حرف العين ويبدلوه ألف لصعوبة نطقها بالنسبة لهم. فمثلا العربي في اللغة الأمازيغية لا يقال عربي وإنما يقال أراب بالألف. على فكرة هناك اسم آخر للإخوان العرب يسمونه كتب الأدبية الأمازيغية. الكتب الأدبية الأمازيغية تجد فيها اسم للعرب خاص يسمون إبيات أو ومفردها أبيات، والتي تعني الضيف. لاحظوا يا إخوانا إبيات والتي تعني الضيف في اللغة الأمازيغية، وهذا اللفظ موجود بكثرة في الأدبيات الأمازيغية القديمة كما ذكرت والمخطوطات والأخير. ومن أرد الأدلة فعندي فيذهب إلى صفحة التواد، هناك أدلة كثيرة ومن ضمنها الكتاب الأخير اللي أخرجناه غاسا دي بريدن يذكر مثل هذه الأسماء. العرب يسمونها إبيات بمعنى الضيوف. ومن الأمثلة الأخرى كذلك على حذف حرف العين، مثلا يقال في الأمازيغية لما الكتب الدينية عندما يتكلمون عامة الإسلام يقال أمود، أمود بمعنى العمود بالعين، وإنما يكتبونه بالألف لصعوبة نطق العين عليهم. ويقال تباردة بالأمازيغية بمعنى البردعة بالعربية. ومثال آخر تاديل بمعنى العديلة. بل حتى في الأسماء نجد في أسماء الأعلام، هناك عالم نفوسي كبير مشهور يسمى أبالي، أبالي هو أبا علي، فالعين في علي حذفت. بل يذهب بعض الأمازيغيون في ليبيا إلى قلب كل حرف غين في اللهجة في الأمازيغية إلى حرف عين، مثل لهجة غدامس مثلا. حتى غدامس نفسها في لغتهم في لهجتهم في اللغة الأمازيغية لا تسمى غدامس وإنما تسمى عديمس، وهذا تأثر واضح في العربية في قلب الغين إلى عين وإلى آخره، وهذا يحتاج والله يا أخوان بحث كامل في الموضوع. المهم هناك حرف آخر هو ليس حرف أمازيغي اللي هو حرف الحاء، ولا أظن أن هذا الحرف من تأثير العربية لأنه موجود في الكتب اللي مكتوبة ما قبل في الأشياء المكتوبة ما قبل الإسلام ودخول الإسلام والعربية لشمال أفريقيا. فما أدري إذا كان تأثير فينيقي أو تأثير عربي، ما أدري والله ما أدري. ولكن إلى فترة متأخرة حرف الحاء في اللغة الأمازيغية لا ينطق. فمثلا هناك عالم أمازيغي في جبل نفوسه كذلك يسمى مامد بدل من محمد. بل هناك مناضل من جنوب ليبيا ما عمرناش نسمع عليه بكل، أمي مامد من غدامس قاوم الفرنسيين. علي حال هذا من ناحية الفونولوجية. من ناحية النحوية كما قلنا فالتأثير قليل جدا. هناك مثلا بعض اللهجات الأمازيغية المتأثرة، مثلا لهجة يفرن في وهي اللهجة التي ولدت بها، لهجة اللي تحدثها أبي وأمي في البيت، يقولون مثلا بدل يقدم في الأمازيغية يقدم الضمير على الفعل، بينما لهجة يفرن تقدم الفعل على الضمير. فبدل ما يقولون أكملغ يقولون أدملغاك أو أدوشيغاك وإلى آخره. فهذه يعني تأثيرات بسيطة، هذه الوحيدة فقط التي أستطيع أن أجدها في اللهجات الأمازيغية. ولكن الأمازيغية كلغة عموما في ليبيا لم تتأثر قواعدها البتة بالعربية، إنما كما قلت لهجات زي لهجة يفرن تأثرت بهذه الكلمة، ولهجة زوارة مثلا يقول المي وهي من أصل مال عربية بدل ما يقول أول أو أول وإلى آخره. ولكن هذه تأثيرات طفيفة وبسيطة جدا. ولكن التأثير العربي في الأمازيغية هو تأثير معجمي، يعني الكلمات العربية دخلت بكثرة في اللغة الأمازيغية على مستويات. أنا حاولت نقسم على ثلاثة أقسام، منها الكلمات من أمثال اللي دخلت في مرحلة مبكرة جدا في اللغة الأمازيغية، من أمثال كلمة تمزجيدة مثلا. تمزجيدة تعني المسجد، ما تقدرش تعرف ان هذه الكلمه ماخوذه من المسجد في العربيه لانهم امزغوها يجعلهم امازيغيه هذه الكلمه تمزجيده من المسجد. ولا يمكن ملاحظتها الا بمقارنتها باللهجات الامازيغيه الاخرى، مثلا الزناقيه والصنهجيه يقولون تا
تمس جيدة تمس جيدة تمس جيدة فتقلب السين زي وقلبت الجيم جا وإضفاء تاء التأنيث في الأول وآخر الكلمة من هذه الطريقة الأمازيغيين في وضع جعل الكلمات أمازيغية. وهناك كلمات عديدة من هذا القبيل. هنا أريد أن أخذ لحظة من وقتكم. تذكرون النص الذي نقلته سالفا عن أبو عبيدة وهو نص اللي قال والله بالعربية وقال سيكش بالبربرية وبارديو بالحضارية. ويعني الحقيقة هذا التأثير المعجم اللاتيني موجود في الأمازيغية كذلك. يعني فقط هذه ملاحظة جانبية فقط. حتى اللاتينية فيها كلمات موجودة إلى اليوم في اللغة الأمازيغية. فمثلا النفوسي والزواري مثلا وهم كذا هم الزود حقيقة الحين بإجحاف نسمو فيهم النفوسي والزواري لأن كلاهما نفوسي حتى الزواري هو نفوسي في الأصل. ولكن يلا يعني بس لتفهموني بس يعني يقولون إبكادن من مفرده أبكادو والتي تعني الإثم الإثم الذنوب يعني بالعربية هي مأخوذة من كلمة لاتينية موجودة حتى في الفرنسية وفي الإنجليزية الأخيرة وهي بكاتا باللاتينية والتي في الأصل ما زالت هذه الكلمة كلمة ذنوب بلفظها الأمازيغي ما زالت موجودة في الأمازيغية إلا أن الناس يستخدمون كلمة إبكادن أكثر ما يستخدموا هذه الكلمة الأمازيغية وهي أمسسون وتمشي مثلا الغدامسي قال الغدامسي ما يقولوش إبكادن ولا أبكادو يقول لك أمسسون أمسسونن ولا أمسسمن. على أي حال هنا كلمة أخرى مثلا كلمة هذه حيرتني أنا دائما أجد هذه الكلمة في كتب والمخطوطات الأمازيغية إلا أني لا أفهم معناها لأن إحنا ما عادش نستخدمه فيها إحنا الأمازيغيين متاع نفوسها وهي كلمة إينغلاس. تجد مثلا رسالة يبعثها نفوسي إلى نفوسي أو أمازيغي إلى أمازيغي يقول إينغلاسينو في بداية الكلمة أو الرسالة أو منصف الرسالة أو الأخير إينغلاس تعني الأعزاء في الأمازيغية. لكن هذه كلمة حقيقة حتى في رنتها حتى في كذا فيها شيء من الأمازيغية في اللفظ ولكني لم أجدها في أي لهجة أخرى في شمال أفريقيا. فحاولت أبحث أنا فوجدت في أحد المخطوطات أن هي جاءت من كلمة أنجلس وهي الملائكة في اللغة اللاتينية. لاحظ يعني أبكادو وكذا من اللاتينية بل عندنا كلمات موجودة إلى اليوم من اللغة اليونانية. كما ذكرت يا إخوان أروح نعم عناش عقدة أن لغتنا تأثرت هذه هي طبيعة اللغة أن هي تتطور وتستعير من آخرين وتتحور وتصبح لهجة واللهجة تصبح لغة بقوة كما قلنا من قبل إذا كان وراءها جيش. عليها موضوع الموضوع الأثر العربي في الأمازيغية. عندك مثلا كلمات الاصطلاحات الدينية عموما كلها مؤثرة بالعربية. مثلا تظليت هي الصلاة وهي من تصليت الصلاة في الأمازيغ في العربية وهي مجرد فقط تحويل مورفولوجي. هناك ألفاظ أخذت من العربية كما هي من غير ما تحور من إلى اللفظ الأمازيغي. فمثلا الأمازيغي يقابل أخاه الأمازيغي بعد ما يسأله الزلف اللون كذا 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 يسلم على بعضهم يقول له ممك تسيدد ممك كذا بعدين يقول له ما كرهتنك. لاحظوا اللفظة هذه ما كرهتنك بمعنى كيف حال أسرتك. الرهط هي كلمة عربية فصيحة حتى العرب في الجزيرة وغيرهم ما ينطقون هذه الكلمة. الرهط كما في الآية القرآنية وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون سورة النمل الآية 48. هناك بعض الكلمات أخرى مثلا حتى في العربية مش موضوع جودة. مثلا في المثل الشعبي الأمازيغي على فكرة المثل الشعبي الأمازيغي يقال أنزيو يقال أمنش يخستين نورت النس تين نورت هو التين نور وهو الفرن أو الكوشة. على فكرة كلمة كوشة ذكرناها مبكري هي كلمة أمازيغية تاكوشت وهو موقد الموقد اللي شو نسموه فيه هذا الكلس أو الجبس وكذلك الموقد عموما. هناك ألفاظ كثيرة أخرى يا إخوان ربما ضاق بي الوقت وأترك المجال للأستاذ سليمان دوغا والإخوة باش يحاوروا في الموضوع. ونتأسف إني طولت عليكم الحقيقة الموضوع هذا بياخذ وقت طويل ويحتاج إلى بحث وأتمنى من هذا البحث أن يصبح كتاب يوم من الأيام وإن شاء الله سوف أنشره في مؤسسة توالد قريبا بإذن الله عز وجل. تفضل يا أستاذ سليمان.